في هالوقت من كل سنة نشهد إطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب، والكل متحمس لافتتاح هذه السنة. وافتتاح هذه السنة بعنوان الرياض تقرأ، اللي راح يكون بكرة الخميس في حرم جامعة الملك سعود. خلونا نشوف هذا الإعلان الترويجي للمعرض ونرجع لكم. انشر يا ابو 43 برا وانتم 22 برا، مالك مشترى؟ يعني ما تبغون بدران بقصة وانتم تلعبون؟ أسلم، في عام 1902 كانت من يعني من أجمل الأحداث اللي صارت في الحرب الأمريكية الفلبينية. ها؟ الحرب الأمريكية الفلبينية. لا، ونبي كل واحد يأخذ مجاله على فوق، لا ندخل على خطوط بعض. 1902 كان في حدث جميل يعني غير استقلال كوبا. استقلال كوبا 1902. تعرف أحد في كوبا أنت؟ كيف إيش عندك خبر؟ لا أنا أتشاركم. أبشر 1902 استعدت الرياض. ها؟ استعدت الرياض المعركة سوى عندي. ها؟ صح؟ طيب واضح أنك تعرف كل شيء اللي نقدر تلعب، فسجل. على فكرة ترى قاطع دائما. يبنى الناس يبنى الناس. تبي سرعة؟ ودي أعلمك شيء صار في 762. المنصور أساس بغداد. طيب المنصور خليفة ترى مو بخالك. ألعب ألعب. 1889 صار شيء يعتبر فانكوخ دخل مصحة وجاء اكتئاب. صحيح. طيب خويكم اللي جاء اكتئاب في الاستراحة دي. عيال معي كالوريز، معي بالله تكفى طالع فيك. انا بادي افقد بريقي هنا. ف 1943 احد تقول شيء؟ انهيار سور برلين. دقيقة، أنت قلت سور هذا في المربط، اسمه جدار برلين. صحيح. بعدين 43 كيف؟ 89 بس الانهيار حق الهدم 1989. شو فيك؟ معلومة بديهية ترى. على طريق الانهيارات عيال، أنا قاعد أنهار في الاستراحة دي. صحيح. عوافي خليك على فالك عادي كمل. طيب العشاء حاسبينك يا. لا أنا نباتي مالي فيه والله فالك. سعد أنا أحس مع عادلي مكان في الاستراحة هذه. أنا يا صايرين يقرون من وراي أبو سعد. يا في الرياض كلها تقرأ. يا طيب أصير حق مناخ الحين ولا وش أسوي؟ أدخل على خط الزعاق. الرياض تقرأ وكلنا نقرأ معها في معرض الرياض الدولي للكتاب من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر. حياكم. حمدة، شو صاير لك أنت؟ ايش فيك؟ ما ادري، قاعد احس بتكه. هو تعرف شعور اكتئاب تشارلي تشابلن 1930 28 من